ايوه مرجان بيه، سعادتك فين؟ اصل في لجنه طبت على الشركه بتراجع على اوراقنا ودفاترنا. فين اذون الاستيراد المال بتاعت مصنع الحديد؟ حضرتك سعادتك ثانيه واحده، كل حاجه موجوده حضرتك، كل حاجه موجوده. لا اسمه الجداوي حضرتك. لا لا شكله ماسك جديد وشهاده غرباله علينا جامد. لا ده بالذات ملوش دي حضرتك، بس دخلته كده مش حلوه. اهلا استاذ جداوي. اهلا 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 اهلا، ده احنا زرنا النبي النهارده يا راجل، ده خطوه عزيزه. انا مش جداوي بيه يا مرجان باشا، انا سليمان. سليمان مين؟ مدير مصنع المكرونه. واحنا عندنا مصنع مكرونه؟ مصانع مرجان بتاعت سيادتك، انا مديرها. الجداوي حضرتك. اهلا اهلا جداوي بيه، معلش بقى العتب على النظر، اتفضل عندي في المكتب جوه. لا معلش عشان اخلص شغلي هنا. يا راجل انت التكييف هنا اصلا مش مظبوط، التكييف عندي احسن، اتفضل. كويش. اتفضل يا راجل، هات الملف ده. لا معلش خلي الملف ده معايا. اتفضل حضرتك اتفضل. اهلا اهلا استاذ، اتفضل يا استاذ. هو اسمه ايه؟ جداوي حضرتك. اتفضل، انا ما بحبش قعده المكاتب. اتفضل هنا. اهلا وسهلا، اهلا بيك، شرفنا حضرتك. تشرب شاي بالياسمين؟ ما بشربش وانا بشتغل. عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟ انا ما بشربش وانا بشتغل. طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده. مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل. ادي 10 و10 يبقوا 20,000 جنيه. ايه ده انت بتعمل ايه؟ لا 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 ولا حاجه، اصل انا دايما احب اراجع الايرادات بنفسي. الباشا ساكن فين؟ في السيده زينب، شلاه ام هاشم. شلاه ام هاشم، انا دايما اصلي جمعه هناك. السيده زينب ده حي جميل، في روحانيات كده وحاجه جميله الحقيقه. دلوقتي احنا قلنا 20 وادي 20 يبقوا دلوقتي 40,000 جنيه. ملك ولا ايجار؟ ايجار. ام هاشم دي بتعه، والله بتعه. يا سلام على ده، حي جميل. ام هاشم دلوقتي احنا قلنا 40 وادي كمان دول يبقى كده ايه؟ 60,000 جنيه. عندك اولاد؟ 6. كان الله في العون يا راجل، كان الله في العون. 6. لا حول ولا قوة الا بالله. 6، يبقى احنا قلنا كده يا جماعة، يبقى ادي 60,000. 60,000 جنيه كده، يبقى ايه؟ 60 و60، 120,000 جنيه. بيدرسوا؟ عندي واحد في الجيش والباقي في التعليم. انت بطل، انت عظيم، انت تستحق وسام، والله تستحق وسام، والله يا جداوي بيه، والله ولا لك عليا يا مين. انا عندي عيلين خربين بيتي. دلوقتي احنا كمان دول 40 40، ايوه كده 40، يبقى كله 160,000 جنيه. 160. هو مرتب سعادتك كام؟ 3,000 جنيه. معقول 3,000 جنيه؟ هيعملوا ايه ولا ايه؟ مستعجل الحكومه دي، مش فاهم بتعمل ايه. 3,000 هيكفوا ايه ولا ايه ولا ايه؟ طب انا اقول لسيادتك حاجه، الوضع ده يا ابني مصروف ايده بس 3,000 جنيه. اي والله كده هو 3,000 جنيه، وعلياء 5. قال ايه؟ ايش الكوافير؟ ايش مش عارف بتعمل ايه؟ اللي عارف الحاجات بتاعه العيال الصغيرين دول. نعم تمام. انا هما كان نسيت 200,000 جنيه. ايوه وارجوك ارجوك يا مرجان بيه، عندي فلوس بعد ما امشي، انا مش عارف اشتغل. انا اسف انا اسف انا اسف.
هما ولادك بياخدوا دروس خصوصية؟ نحلين وبري. مصيبة الدروس الخصوصية، كارثة والله، كارثة فعلا. دول بقى ايه؟ خمسينات، خمسينات بقى ايه؟ انت لازم تحط لكل عيل وديعة في البنك، الزمن مش مضمون. ما انا حطيت لكل واحد فيهم 250 جنيه في البوسطة. 250 جنيه يا راجل، دول يدعوا عليك. اشتري كل واحد شقة عشان يتجوز فيها. ما انا اشتريت لهم مدفن. مدفن؟ سعيكم مشهور. هوبا هيقعوا. تشرب شاي بالياسمين؟ دي من اعظم وانظف الشركات اللي رجعتها. بسم الله ما شاء الله والله اكبر. دي ناس شرفة، ناس محترمين، شركه اقتصاديه محترمه، اوراقها محترمه، مفيش غلطه واحده. يا ريت كل الشركات تحتوا هذه الشركه عشان اقتصادنا يبقى عالي في السماء. عربيه الاستاذ عدي الجديده وصلت يا باشا. جبتها له من مصانعي انا برضو؟ لا اصله كان عايز يركب عربيه 4x4 حضرتك. خليه يركب وانبسط. ربنا يخليك ليهم يا باشا. احنا بنشتغل عشان مين؟ عشان ام حسن. بس الواد عدي ده مرزق وش السعد. كنت في العراق وام ولدته هناك، رحت مسميه عدي. الرئيس صدام حسين طربي كان يقعد على حجره ويشتكوا، يقول له هلا زباله هلا زباله. الرئيس صدام حسين يقول له هلا زباله هلا زباله. عملنا شويه فلوس هناك زي الفل يا حسن. ولا لسه عليها بنت حضرتك برضه خلفتها في العراق؟ لا ده انا كنت في الاردن، امال رحمه جت ولدتها هناك، سميتها علياء. الملكه علياء اضطرت بيها. اي أيوة والله يا حسن كنت تقعد تشتكي برضه، انت بطاطه انت بطاطه. عملنا برضه شغل زي الفل هناك. وازاي مرجان ابنك؟ من ساعة سعادتك ما هشكته كله بطاطا كله بطاطا. والمسائل ماشية معانا ايه فلة. وقريب قوي حنخويه ان شاء الله. ولد ولا بنت؟ مرجانة بعون الله. ايوه علياء، ايه مالك بتعاطي ليه؟ في ايه اللي حصل؟ اجيب لك حاجه ايه؟ ده انا هقفل الجامعه دي خالص. فين رئيس الجامعه دي؟ ايه ده بس يا اونكل، عميد الكليه موجود وبيتكلم معايا. واخوكي فين؟ بكلمه على الموبايل مش بيرد. بابا ايه ونيرت ايه؟ اختك من النهارده موتها نفسها من العياط وانت جاي تلعب مع البنات؟ بابا دي مش بنات، دي دكتوره جيهان مراد. مين؟ دكتوره جيهان مراد. بابا يا دكتور، فرصة سعيدة جدا يا دكتورة. يا اهلا وسهلا. بابا ايه اللي جاب حضرتك هنا؟ عشان انا ابن حلال وام عيالي. بابا علياء مالها؟ علياء مين؟ علياء اختي. اه صحيح، واحد دكتور رزل هزقها قدام زمايلها وطردها من المحاضرة. الامر يرضيك كده برضه؟ نعم. قصدي يعني يرضيك اللي بيحصل يا اختك اسمها ايه؟ علياء. علياء اه. ما انا ادخلها جامعة محترمة وادفع لها فلوس قد كده عشان البنت تتعلم ولا تتعقد. واحد دكتور يقول لها انت فاشله وما تنفعيش في اي حاجه. ها اسمه ايه الدكتور ده؟ فاكسل. ايه فاكسل؟ مايكل يا دكتور. ايه اه مايكل. تاني الدكتور مايكل. طب علياء فين دلوقتي؟ علياء مين؟ علياء بنتك. اه هي واقفه هناك ومقطعه روحها من العياط. اطمن يا استاذ مرجان، انا مش هسكت، انا هغير هدومي وهاجي لحضرتك على طول. ليه؟ ما كده حلو، قصدي يعني عشان نلحق البنت هناك. أنا من بكرة هعتصم لهم في الكلية، الموقف ده لا يمكن يعدي على خير. آه فعلاً لازم كلنا نعتصم، هي مش الدكتورة هتعتصم برضه؟ آه أنا هعتصم معاكم. دكتورة إيه دي يا ضيعة؟ سيفيلايزيشن يا بابا. مين؟ سيفيلايزيشن. يعني إيه؟ يعني حضارة. حضارة آه، حضارة.